فيه. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. علمتني ضمن ما علمتني أن خير الكلام ما قل وجل. نعم. فعرف ما يأتي أو أكمل ما يأتي بما قل ودل وجل ولم يمل. أولا الجود. بنيتي، قال الخليل بن أحمد: الجود بذل الموجود، والبخل سوء ظن بالمعبود. يا ستار، كفى كفى يا فيلسوف. كفى، خلاص كفى كفى. ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة. لا لا يا فيلسوف، أنا أقصد أعني كفى وبعدها عدة نقاط لإكمالها. كفى، حسنا، كفى بالبخل عارا أن اسمه لم يقع في حمد قط. نعم. وكفى بالجود شرفا أن اسمه لم يقع في ذم قط. يا سلام. هكذا قال الأحنف بن قيس يا بنيتي. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا تقول أنت بما قل وجل في تعريف أو توصيف البخل؟ أقول نفس ما قاله عنه الحسن رضي الله عنه. فماذا قال الحسن أحسن الله إليك؟ قال يا بنيتي: البخل هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا. يا ستار، فماذا تقولين أنت يا بنيتي في أمر البخل؟ أقول عنه ما قالته أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فماذا قالت أم البنين يرحمك الله؟ قالت: أف للبخل، والله لو كان طريقا ما سلكته، ولو كان ثوبا طريفا ما ارتديته. لا فضفوك يا بنيتي، أحسنت والله وصدقت أم البنين. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن ما رأيك في من يلجأ إلى بخيل شحيح وهو يعلم أنه بخيل شحيح، فيسأله العون أو الإعانة رغم يقينه أنه لن يجني غير الذل والمهانة؟ يجيبك يا بنيتي أحد الشعراء الظرفاء فيقول: راجل بخيل وضيع كما البخيل وضيع، ولا يقول سوى ذا في ذيني إلا رقيع. يا سلام، لله ضره من شعر ظريف لطيف ودمه خفيف. ولكن هل هناك فرق أو بين البخل وبين الشح؟ بنيتي، سأل مريد ذات يوم العالم العابد طاووس بن كيسان نفس سؤالك هذا، فأجابه قائلا: البخل يا ولدي أن يبخل الإنسان بما في يديه. والشح، ماذا عن الشح يا سيدي؟ الشح هو أن يشح الإنسان بما في أيدي الناس، ويحب أن يكون له كل ما في أيديهم حلالا كان أم حراما، ثم هو لا يشبع ولا يقنع. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن من يا ترى تراه أحق الناس باللوم في هذه الحياة؟ بنيتي، يقول بعض الشعراء الحكماء: أحق الناس باللوم لائم يلوم على البخل الرجال ويبخل. يا ستار. ويقول آخر: ولكن بنيتي. كفى كفى يا فيلسوف، وهذه المرة أعنيها تماما، أعني يكفي هذا جدا جدا. بنيتي، إلى الغد إذا يا فيلسوف.
القاهرة، ونستمع الآن سيداتي وسادتي إلى آخر أغنيات هذه الفترة.